بحال شي فيلم سينمائي مليء بالدراما والتويستات كالانقلاب ديال الجنرال أوفقير. هاد الجنرال اللي قال عليه صالح الحشاد انه كان مرعب وصارم جدا في 1972 سافر الحسن الثاني لاوروبا وبالضبط لفرنسا باش يقضي عطلة تما، وملي كان في المطار باش يقلع بالطيارة ديالو جميع الشخصيات الكبيرة من وزراء وجنرالات كانت حاضرة تما باش تحضر للسفر لحسن الثاني. ومن بين الشخصيات الكبيرة اللي كانت حاضرة تما كان الجنرال أوفقير. والمصيبة الكبرى هي انه ملي سلم على الحسن الثاني بقى كيبكي في لحظة رحيل الحسن الثاني.